مبروك لجميع العراقيين والشعب العراقي والجماهير العراقية، مبروك للبصرة هذا الكرنفال الكبير وخليجي 25. حقيقة اليوم هو فرحة لكل العراقيين الذين فقدوا هذه الفرحة منذ سنين مضت، كانت آخرها هي سنة 2007 عندما حقق المنتخب العراقي كأس آسيا آنذاك، وكيف كان يونس محمود ورافع عنه ذلك الكأس عندما حققوا كل شبابنا في المنتخب الوطني بطولة خليجي، عفوا بطولة كأس آسيا 2007، وجلبوا الفرحة لجميع العراقيين. اليوم هذه الفرحة تتكرر لكن على الأرض العراقية، على أرض البصرة في خليجي 25، وبالتالي رسموا الفرحة والبهجة على جميع العراقيين الذين كانوا ينتظرون هذه الأفراح أن تعم وأن تأتي من المنتخب العراقي. اليوم كان الجميع ينتظر خلف شاشات التلفاز، وكانت تنتظر الناس في المقاهي والمتنزهات والساحات وحتى الشوارع من أجل مؤازرة المنتخب الوطني من أجل تحقيق الفوز، ولم يعني يبرد للحظة على الرغم من مرور المباراة إلى الدقيقة 120 من شوطين المباراة الأصلية وحتى الذهاب إلى الشوط الإضافي. هل يمكن أن تشاركنا بعض آراء المواطنين من حولك محمد؟ نعم، الكثير من الجماهير الرياضية اليوم التي كانت هنا تستقب وتنتظر فوز المنتخب الوطني هم موجودين أيضا من خلفي، وهنالك مشاركات أيضا نأخذ القليل منها لكي يتحدثوا عن كانت المباراة اليوم والآن وما هي الطموحات التي يريدونها في تحقيق يعني بطولات على ارض العراق. شكرا للاعبين، شكرا للفرق على هذا التنظيم الكبير، شكرا للعراق، كان تنظيم ناجح ونطمح للمزيد من هذه البطولات. نشكر المنتخب العراقي، نشكر المنتخب العماني، هذا المنتخب العماني الحمد لله على اتمام هذه البطوله، دام الله الافراح والمسرات على الشعب العراقي. يعني اليوم الاداء منتخب على الرغم من الـ يعني حسن الفاس اللي صار يعني الدقائق الاخيره وخصوصا يعني بالدقائق الاخيره من الشوط الثاني، شلون كانت يعني معنوياتكم وشلون كانت الحماسه؟ كانت مباراه كبيره جدا، الانفاس تحبس جدا، لكن الحمد لله كانت على قدر المسؤوليه. يعني ايضا عندي مشاركه ثانيه زميلتي اذا تسمحي لي. أشكرك محمد الغالبي، وأنتقل الآن إلى مراسلنا من الأنبار معاذ الدليمي. أهلا بك معاذ، يعني ما هي أصداء فوز منتخب العراقي ببطولة خليجي 25 لديك؟ تفضل. اليوم تشهد محافظة الأنبار هي احتفال كبير جدا، احتفلت كل أقلية محافظة الأنبار. نحن اتجهنا إلى أماكن ربما لأماكن قليل فيها الازدحام، كان يعني الاحتفال على كورنيش مدينة الرمادي والمناطق الأخرى، وتأتينا هنا من أجل ضمان يعني البث المباشر. الأجواء هنا كل أهالي محافظة الأنبار طبعا هم فرحون بمناسبة يعني فوز المنتخب العراقي بثلاث أهداف على عمان بهدفين، خصوصا يعني كانت مباراة مشوقة للجميع وكان هي حماسية خصوصا في الشوطين الإضافيين، حيث انتصر يعني او فاز المنتخب العراقي وسط اجواء مليئه بالفرح والسعاده والسرور بهذا الانجاز الكبير الذي قدمه المنتخب العراقي الذي وحد كل العراقيين بهذه الفرحه، حيث يعني محافظه الانبار قد كلها يعني انتشرت وكلها خرجت الى الشوارع ابتهاجا بهذه الفرحه، خصوصا انه منذ يعني مساء هذا اليوم الجميع الشباب وايضا حتى كبار السن وايضا ذهبوا الى المطاعم وايضا الكافيهات من اجل يعني مشاهده مباراه منتخبنا الوطني الذي فاز على عمان بثلاث اهداف، خصوصا اضافه الى ذلك في مدينه الفلوجه والكرم كانت هناك يعني شاشات كبيره وعملاقه جدا، وايضا كان هناك يعني مشاهده للجميع مباشر على الشاشات التي وضعوها في الجرم والفلوجه. الان كل المشاهدين حضروا في الانبار هم
فرحين بهذه المناسبة العظيمة التي ربما كان يتأملها العراقيون كثيرا، هذه الفرحة بفوز منتخبنا الوطني. ربما كانت هناك لم تحصل في السنوات الماضية نتيجة يعني ربما الأحداث ومشاهدات، الآن الجميع كله قد خرج إلى الشوارع مبتهجا بهذه المناسبة القيمة. هناك دعوات تعالت إلى يعني المنتخب الوطني وأيضا إلى المسؤولين على المنتخب الوطني أن يعني المنتخب العراقي، أحد الجمهور الذين يعني محتفلين في مدينة الرمادي، فالجميع هنا مبتهج بهذه الفرحة كونها وحدت العراقيين، وأن المنتخب العراقي وحد كل أطياف الشعب العراقي في مناسبة هذا الفوز العظيم. وهناك يعني الأنبار لا تختلف أكيد عن المحافظات الأخرى ب يعني هذا الاحتفال البهيج، ويمكن نلتقي مع أحد المواطنين حدثنا يعني عن فرحته بهذه المناسبة القيمة لفوز المنتخب العراقي. السلام عليكم، حدثنا عن فرحتكم. السلام، طبعا فرحة كبيرة، وهذا هو قدر العراق وهذا قدر الحكومة العراقية إن شاء الله والقادة السياسيين في البلد. نتأمل من القيادات العراقية أن تقدم لهذا الشعب وللمنتخب وتدعم الطاقات الإيجابية في هذا البلد، إنه العراق العظيم قائد الأمة العربية والمنتخب العالمي اليوم، ولله الحمد مباراة كانت أقوى من مباراة نهائي كأس العالم. مبارك للشعب العراقي وأدام الله الأفراح جميعا إن شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا شكرا جزيلا. الأجواء هنا كبيرة جدا في محافظة الأنبار والجميع كله مبتهج. الصورة واضحة.